الحريات الفرديه انا كنظن باللي راه كاين سي ان كونسيبت اللي معروف على المستوى الدولي في حقوق الانسان على المستوى الدولي، وكنظن ان المجتمع المغربي وصل لواحد المستوى ديال الذكاء ومستوى ديال النضج اللي كيجعلو يمكن له يتقبل جوانب كبيره في الحريات الفرديه. وكثير ان الشباب اليوم كيعيشوا على مستوى لي ريزو سوسيو الشبكات، دونك عندهم الالمام بما يقع في العالم. انا ما سمعتش اخر لان الا كان اخر، لان انا ما كنتش في المغرب وما سمعتوش، ولكن انا اللي كيبان لي هو لا مدونه الاسره ولا القانون الجنائي خصهم يمشيو في نفس الاتجاه ديال انهم يوسعوا الدائره ديال الحريات ودائره ديال المساواه. فمن غير الممكن ان المغرب الى بغى يطلع واللي فعلا يكون على في المستوى ديال النموذج ولا القتل ديال النوفو موديل دو ديفلوبمون ديال البرنامج الجديد من اجل تنميه البلاد، انه اذا بغى يكون في مستوى هذا الطموح من الضروري اولا انه يجعل من المراه انها تكون في جميع فوالا تمكين في جميع الجوانب. اول جانب هو ديال الحريات لان وديال المساواه داخل الاسره، لان المساواه داخل الاسره غادي يسمح للمراه انها تحرر من عده جوانب اللي كتضغط عليها من ناحيه العنف ولا من ناحيه ديال الزواج القاصرات الى اخره. فكاين جوانب كثيره اللي خصها من الضروري اليوم تعيد النظر فيها في مدونه الاسره. في القانون الجنائي كاين جوانب اللي هي كتمارس داخل المجتمع، فمن الاحسن تزولها من القانون. كاين فصول اللي الممارسه ديالها كاينه موجوده داخل المجتمع، فقط غادي تكون تحيين. داكشي علاش قلت المجتمع المغربي الان ممكن انه يوصل لواحد النضج، ان كاين جوانب كثيره اللي كيمارسها واللي القانون باقي متاخر فيها.